الإخوان والأخوات، السلام عليكم وعليكن، وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعات ومتابعي قناة موروكان كريم تي في الجريمة المغربية. قصة اليوم مختلفة على اللي نشرناه في الأيام الأخيرة، هي قصة ديال واحد المستخدم في وكالة للقروض الصغرى لميكرو كريدي. السيد استباح الجسد ديال الزميلة ديالو في العمل، ابتزها، هددها بنشر الصور ديالها باش يبقى دائما كيستغلها جنسيا، وخمس زوجة ومسلموش منه حتى زبونات ديال الوكالة كان كيساومهم في الأجساد ديالهم باش يسرع الحصول ديالهم على الكريديات من هاد الوكالة. إذا كان هاد المستخدم داير هاد الشي كله، شكون اللي غادي يطيحو؟ حدا غادي يتشد، ودابا راه في الحبس كيتسنى العقوبة باش غادي يتحكم، وأكيد غادي يطول الانتظار حيت السيد مازال كيحقق معاه قاضي التحقيق في انتظار ما يتخذ القرار القانوني المناسب في حقه على ضوء الأبحاث اللي مازال مستمرة من طرف القاضي التحقيق بأسفي. اللي طيحته هي الزميلة ديالو اللي خدمة معه في نفس الوكالة، هي اللي قدمت شكاية ضد المصالح الأمنية، أكدت فيها باللي كتعرض للابتزاز الجنسي من طرف الزميل ديالها في الخدمة. السيدة مزوجة واعترفات في الشكاية ديالها باللي الزميل ديالها سبق ليه مارس عليها الجنس داخل الوكالة، مارس عليها في الوكالة فين خدامين، وماشي مرة وماشي جوج، بزاف المرات وهو كيمارس عليها. في الأول كان برضاها، وفي التالي كان بالتهديد والابتزاز، وكتقول بلي كان كيمارس عليها تحت التهديد، كيقولها الا ما بغيتيش تناسي معايا غادي ننشر الصور ديالك عاريه تماما، كيلوي ليها يديها كما كنقولوا. المستخدمه لقات راسها مرغمه على باش تلبي ليه الرغبات الجنسيه ديالو، حيت الا رفضات كيذكرها في كل مره بديك الاسطوانه ديال غادي ننشر لك تصورك عريانه وندير لك الشهره. يعني السيد استعمل هذه الورقه كسلاح باش يطوعها ويدير فيها ما بغى وحلاليه، بلا ما يراعي حرمه الوكاله فين خدامين، ولا واجب الاحترام المفروض باش يحترم الزميله ديالو في الخدمه وغيرها من الزبونات ومن ديال الوكاله. السيده ملي دارت الشكايه قالت فيها بلي الزميل ديالها في العمل كيتوفر على مجموعه من التصاور ديالها، كيقول عريانه او هكذا قالت، وكان كيقول لها وكيقول باللي غادي نشر ديك الصور او سيفتهم لراجلها. هي كانت خايفه على راسها وسمعتها، واخا ارتكبت الخطا هي بنفسها ملي نعسات مع عليها اول مره في الوكاله يحصلها، حتى هي خاطئه صراحه. مهما كانت الظروف تي مزوجه ما خصكش تحيف المحظور، وبحال هاد المشاكل انت حطيت كما نقول لك ما ديري يديك في غيرها ما يعدوك حنوش، درتي يديك في الغار الحين شعدتك وما كانت شفاش، والله يهدي بنادم. السيدة كانت كتعيش رعب يومي رافقها حتى في دارها، حيث كانت كتلقى صعوبة باش تنعس، التهديدات ديالو ديما قدام عينيها والخوف تملكها كل مرة، كتقول غادي يصيفط تصور راجلي او ينشرهم ويتشوها وانا غادي نتشوه. السيدة كانت عايشة الرعب بمعنى الكلمة، وما عارفة ما دير، واش ترفض وليليها ليها كما كنقولوا، او نمشي تقدم شكايه للمصالح الامنيه ضده، او تبقى ماشيه مسيره في الابتزاز والتهديد ديالو. هادشي اللي باغي هو. السيده ملي قدمت الشكايه ديالها الجدرميه ديال الشماعيه وحكت ليهم فيها الشيء اللي تعرضت ليه من الابتزاز والتهديد، جدرميه فتحوا تحقيق وداو ليها التليفون ديالها باش يديروا عليه خبره ويشوفوا الذاكره ديالو شنو فيها، شنو مخبي، شنو لي ميساج والتليفونات اللي كانوا بيناتهم. بالفعل جدرمية لقاو مجموعة من المكالمات الهاتفية ما بينها وبينه، وحتى لميساج الرسائل النصية سيما عبر تقنية التراسل الفوري الواتساب. في ديك الرسائل لقاو مجموعة من الدعوات المتكررة في رسائل منه لها، كيقول لها خصك تجي باش نمارسو الجنس، كيقول لها هذه آخر مرة غادي نمارسو فيها، هذه المره الاخرانيه، المره اللي جايه ما غاديش نعاودو، صافي هذا ديك الهضره. السيده ملي سمعوا ليها جدرميه ما حكاتش
غير على الشيء اللي تعرضت ليه هي من ابتزاز وتهديد واستغلال جنسي. قالت لهم بلي ماشي هي بوحدها ضحيه الممارسات الجنسيه ديال هذا المستخدم ديال هذه الوكاله الميكروكريدي. اعترفات بلي السيد سبق ليه مارس على زبونات ديال الوكاله. الزبونات كانوا كيجيو باش ياخذوا الكريديات، ساعه باش تاخذ الكريدي كان خصها تخلص من الحمام. هذا داير غزاوه وما خلى احد بزاف المو باش ما نقولش ما خلى حتى واحد. قالت السيده المشتكيه باللي كان كيمارس عليهم داخل الوكاله وجدرميه، خداو المساله بجديه، مشاو قلبوا على عناوين شي عيالات اللي قالت باللي سبق له مارس عليهم، وبالفعل وصلوا لشي وحدين بعد ما عطات الاوصاف ديالهم حتى الاسماء احيانا. وحتى فيهم غادي تزكي هاد الروايه، وقالت الجدرميه باللي مشات واحد المره للوكاله باش تاخذ كريدي واستقبلها هاد المستخدم بنفسه. ومن اللي عرف انها مطلقه وكتعاني من الفقر والهشاشه، طلب منها باش يمارس معها الجنس مقابل الحصول على الكريدي في وقت وجيز، يعني يمارس عليها باش يسرع عليها الاجراءات وتشد الفلوس دغيا. وهو ما تم بالفعل، السيده قبلات حيث محتاجه الفلوس وباقصى سرعه، وهو استغل هذا الظرف للاسف الشديد باش يدير فيها ما بغى. جدرميه بعد ما سمعوا المستخدمه والزبونه مشاو جابوا المتهم. في الاول اثناء الاستماع ليه حاول ينكر يمسح السما بليقه، قال لهم هادشي كله كذب في كذب، انا والله ما عمري ما درت شي حاجه مع شي وحده فيهم. وقال بلي هادو غير تحملوا عليه وداروا هادشي كايز باش ينتقموا منه. لكن جدرميه كان ما بين يديه مجموعه من القرائن وجهها بها، ومن ضمن هاد القرائن ديك الرسائل النصيه، ديك لي ميساج ما بينه وبين المستخدمه اللي لقاوها في التليفون ديال المستخدمه، ما لقى حينها باش يزيد ينكر. السيد اعترف بكل شيء وقال لهم اللي مستخدمه مارس عليها اول مره بالاراده ديالها وماشي بزز عليها، واعترف باللي مارس معها ومع الزبونه بزاف ديال المرات وماشي غير مره واحده. السيد نكر باش يكونوا عنده شي تصور ديال المستخدمه عريانه، قال لهم هذيك غير حيله كنت كنديرها باش نرغمها باش تمارس الجنس بعد ما بغات تبعد منه خوفا من الأسوأ ساعات الشيء اللي وقع. السيده ما بقاتش كتبغي تنعس معاه في الايام الاخيره، وهذا الشيء علاش كان كيهددها باش ينشر ديك التصاور العريانين او يصيفطهم للراجل ديالها ويخرج عليها. وهي كانت خايفانه، ما عندها من طريق ومن حيله غير انها تلبي ليه الرغبات الجنسيه ديالو، والعمليه كانت كتكرر طالما انه لقى منين يشدها كما كنقولوا. دابا المستخدمه ديال الميكروكريدي او عفوا المستخدم ديال الميكروكريدي راه في الحبس. الوكيل العام محكمه الاستئناف الاسفي تحال عليه من طرف الجدرميه الضابطه القضائيه، وهو بدوره حالو على قضاء التحقيق اللي سمع له اعداديا واجل التحقيق التفصيلي معه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شفتوا احيانا بنادم علاش كيقلب؟ مهم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والى فرصه لاحقه دمتم اوفياء للقناه ودامت افراحكم.